هو البلاي ستيشن 4. فعملية فتحه اول شيء راح تمد ايدك من هاي الحافات هنا وتجي تسحبها، انا اسحبها بدون كل شيء بايدك المجردة، تفتحها ومن هالجهة طلع. بعد عملية فك البلاي ستيشن 4 تلاحظ هنا هذا هو الهارد، هذا هو الهارد الداخلي. الهارد الداخلي راح يحفظ فقط في برغي واحد فقط، هو هذا البرغي، تلاحظ هنا هذا البرغي. عملية فتحه باستخدام فك مربع ناعم اعتيادي، هذا هو مثل هذا، نفتحه و هذا هو الهارد. اذا اريد نحدثه نجيب هارد اخر ذا سعة اكثر، اكثر شيء تحدثه الى 4 تيرا بايت، ونفتح هذين البراغي 1 2 3 4 براغي، نقعده في نفس المكان ونرجع نشده، ثم ننزل عملية السوفت وير. راح ننزل السوفت وير من موقع المخصص شركة سوني، موجود رابط في اسفل الوصف. راح ننزل من عده السوفت وير ونبين عملية تنزيل السوفت وير. عملية اغلاق البلاي راح نبدي بالعكس، يعني اول شيء راح نربط هذا الجزء، تنتبه هاي النقطة اول شيء في الخلف بعدين في الامام، قدر هذا البراغي اسمع الكليبسات، هذا هن الكليبسات، نرجع البراغي لا فقط برغيين، هذا برغي ولا تنسى برغي في الخلف، هذا برغي ثاني وقع. كل شيء قاعد براحته، فرتين انتهت. بعدها نجيب هاي القطعة ايضا من الخلف ثم الامام، تلاحظ هنا اهم شيء الخلف بعدين الامام بعدين حقعد هيجي. تلاحظ هسه قعد هذا التضبيط. وبهاي الطريقة بينا كيفية تحديث الهارد الداخلي لبلاي ستيشن 4، بينا كيف تحديث الهارد باستخدام هارد خارجي، الآن باستخدام الهارد الداخلي. عملية الفتح بيناها، وكذلك بينت أيضا عملية تبديل الهارد الداخلي، وقلنا أكثر شيء 4 تيرا. الآن راح أبين كيفية تنزيل السوفت وير. بعد ما بدلنا هارد جديد فلازم ننزل به السوفت وير لبلاي ستيشن 4، قلنا الرابط موجود في أسفل الوصف، حمله واتبع الخطوات التالية، ولا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات لتكون على علم أول بأول فيديوهات اللي تنزل وتستفاد منها. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لها جواب بالتعليقات وأسترد عليه بأقرب فرصة ممكنة. ولح أبين الآن كيفية تنزيل سوفتوير لبلاي ستيشن 4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذهب إلى الموقع الموجود في أسفل الوصف اللي هو موقع سوني بالنسبة إلى بلاي ستيشن 4 السوفتوير تحديثاته وكذلك النظام. فتلاحظ هنا أنا هذا هو الموقع الرسمي، الرابط موجود أسفل الوصف مثل ما قلنا. آخر إصدار هسه اللي هو 7.5. فهذا هو السيستم من عملية التحميل. كل اللي عليك أنه تلاحظ هنا رقم 1 أنه رابط فلاش، وثانية تضغط على الموافقة. فمجرد أنها أضغط على الموافقة تلاحظ في الأسفل بدأ تحميل السوفت وير. فمجرد الانتهاء من هذا التحميل راح نفعل كالآتي. هذه هي الفلاشة، نربطها ونفرمت الفلاشة على فات 32، نقوله فورمات 32، نقوله ستارت اوكي. بعدها نفتح الفلاشة
نسوي نيو فولدر، نيو فولدر، ونكتب هذا نيو فولدر بالكابيتال لتر بي اس 4. لاحظ هنا بي اس 4، بعدها اضغط داخل بي اس 4 واسوي نيو فولدر اخر، اكتب داخله ابديت باللغه الانجليزيه كابيتال لتر اب ديت، وداخل ابديت نكمل تحميل الملفه والصقه في داخل الفولدر داخل الابديت واربطه في البلاي ستيشن 4. فخلينا نكمل عمليه التحميل، انا حكمل تحميل والصقه هنا وننخله في الجهاز حتى نكمل تنزيل بعد ما نزلنا البرنامج اللي حجمه تقريبا 1 جيجا على الفلاشه، نربط الفلاشه ونقول له اوكي. لاحظ هسه راح نقول له نعم، تلاحظ الآن أهم شيء يكون البلاي ستيشن 4 إنه مربوط على جهاز الـ UBS، لأن عملية تنزيل وتحميل الملفات إذا صار أي خلل أثناء عملية تنزيل تلاحظ ماكو أي أيقونة لأي خيار، فإذا طفت الكهرباء أثناء عملية تنزيل راح يصير عندك العطل بعطلين، احتمال يضرب عندك الفلاش الداخلي، فأرجو الانتباه أن يكون عندك تيار كهربائي مستمر غير قابل للانقطاع أو تربطه على UBS وتخلص من العطل من البداية. فكنا ننتظر عملية التحميل وارجع انتباه انه اليد مربوطة باستخدام كيبل، بدون كيبل ما راح تشتغل، والفلاش ايضا مربوط.
ولاحظ الآن اشتغل بلاي ستيشن 4 برنامج جديد آخر تحديث، شغل يده كله تمام. وسبينت كيف ارجاع السوفت وير لبلاي ستيشن 4 بكل بساطة بخطوات جدا بسيطة، ماكو داعي تروح مصلح، ماكو داعي تغلب نفسك وتدور، نزله على الفلاش وتنزله. إذا وصلت إلى هذا الحد لا تنسى من الاشتراك بالقناة، إذا ربتك المشترك يصل كل ما هو جديد أول بأول، وخاصة بالنسبة إلى بلاي ستيشن 4 والإعجاب بالفيديو. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي جواب تعليقات استرد عليه بأقرب فرصة ممكنة ونكمل التنصيب. قرص الكراك موجود، ضغط عليه. وبيجي كمان تنزيل السوفت وير للبلاي ستيشن 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.